أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة يقول: ما معنى اتقاء الشبهات في حديث إن الحلال بين والحرام بين؟ إذا كان هذا الأمر لا يدرى هل هو من الحلال ولا من الحرام فإنك تتوقف فيه ولا تأخذه، خشية أن يكون من الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، يعني لا يدرى هل هي من الحلال ولا من الحرام نظرا لتجاذب الأدلة فيها. وقال: لا يعلمهن كثير من الناس. فالذي لا تعلمه لا تدخل فيه، لكن دل على أن بعض قليل من الناس يعلمون حكمها وهم العلماء. أسأل أهل الذكر، أسأل أهل العلم. وإذا لم يتبين لك هل هي من الحلال أو من الحرام فاتركها من باب الاحتياط. أنت من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، فالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه.